أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. وصلت خدمة الغاز المنزلي في الكثير من الدول إلى مرحلة متقدمة بحيث يتم توصيلها عبر أنابيب إلى المنازل، لكن في اليمن ما زالت هذه الخدمة في وضعها البدائي، بل إن اسطوانات الغاز تحولت إلى قنابل موقوتة في بيوت المواطنين قد تنفجر في أي لحظة نظرا لتلفها وتجاوزها لعمرها الافتراضي، إذ أن العمر الافتراضي للاسطوانات لا يتعدى 4 سنوات، خصوصا تلك المصنعة في الصين والتي تكتسح الأسواق اليمنية. لكن الواقع يقول إن عمر الاسطوانات في اليمن قد تجاوز 10 سنوات. عن خطورة اسطوانات الغاز التالفة على المواطنين ودور الجهات المعنية سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. أما المحور الثاني سنناقش أوضاع النازحين في مأرب ومعاناتهم، خصوصا مع تهديد خطر كورونا واحتمال وصوله إلى اليمن، بالإضافة إلى الاشتباكات المتقطعة القريبة التي تضطرهم إلى النزوح لأكثر من مرة. مشاهدينا الكرام، قبل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من المواطنين بخصوص المحور الأول من هذه الحلقة، والذي نتحدث به عن الاسطوانات الغاز التالفة في اليمن وخطرها على المواطنين. نتابع. طبعا الاسطوانات الغاز التالفة في مدينة تعز خاصة في بداية الحرب إلى ما زال مستمرة إلى الآن المعاناة. هناك اسطوانات غاز كثيرة وتالفة جدا. أيضا بدأت اسطوانات الغاز الصيني بالدخول إلى المدينة بشكل كبير، والمواطن بسبب يعني نقص سعر هذه الاسطوانة يأخذها، ما يؤدي إلى إما انفجار أو تسرب بالغاز واختناق. أيضا تحدث جرائم كثيرة، وهذا عيب بحق الجهات المسؤولة إن تترك هذه الأشياء، وأيضا على المنازل ورب الأسرة أن يعي وينتبه لذلك، من أن تكون اسطوانة الغاز فيها تسريب أو تكون مفتوحة وخطر على الأسرة. يجب عليه أن يتنبه لهذا الشيء، وأيضا على الجهات المسؤولة أن تتنبه بالاسطوانات الغاز الصينية التي هي دمار شامل للمواطنين، بحيث أنها تنفجر في أي لحظة أو أي حرارة حصل لهذه الاسطوانة. كثير من دباب الغاز التالفة في الأسواق والمعارض، ولا يوجد هناك رقابة من الجهات الحكومية على هذا الشيء، فانتشارها بكثرة بسبب عدم قدرة الأسر على شراء دباب غاز جديدة أو أصلية، فيضطرون لاستعمال هذه الدباب التالفة أو الصينية النوع التقليد التي تعرضهم للخطر. وكثير من يعني سمعنا كثير من الحالات التي انفجرت فيها دباب الغاز في المنازل بسبب رداءة هذه هذا النوع من الدباب الغاز. في خصوص اسطوانة الغاز التالفة، هناك كميات كبيرة تعرض المواطن لكثير من المخاطر، أبرزها الانفجار، وهذا يؤدي إلى أحيانا إصابة أو إسقاط ضحايا بين الأسر. السكان مضطرون لاستخدام هذه العبوات كونه لا يوجد بديل لها في ظل تقاعس الجهات المعنية عن توفير عن. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا بهذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من الشوارع اليمنية الذي تحدثوا عن تلف اسطوانات الغاز في اليمن وتعديها للعمر المحدد لاستخدامها، وحدوث الكثير من حالات الانفجار لهذه الاسطوانات التالفة في المنازل وتعريض المواطنين للخطر، رغم أن المواطنين يكونون على علم بأن هذه الاسطوانات اسطوانات تالفة وغير صالحة للاستخدام، ولكنهم يضطرون لاستخدامها لعدم وجود البديل. معنا الآن نبدأ ب استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. معنا محمد الصبري المتحدث باسم نقابة وكلاء الغاز. أهلا بك سيد محمد، مساء الخير. مساء الخير. أهلا
أهلا بك. إذن ربما استمعت للمواطنين من الشارع اليمني الذين تحدثوا عن حالات انفجار لإسطوانات غاز تالفة وتعرض المواطنين لإصابات وربما إلى وفيات، وهذه المشكلة هي ليست مشكلة حديثة، هي مشكلة ربما أزلية في اليمن. لماذا لا تتوفر في كل فترة إسطوانات غاز جديدة؟ ما الذي يمنع؟ نشكركم على هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الاسطوانات التالفة، موضوع مهم جدا والذي لابد من مناقشته وإيصال هذه المشكلة إلى أعلى السلطات في الدولة. بالنسبة لعدم تغيير حتى بعدم بإيقاف مصنع تجديد التالفة منذ سنوات أو قبل الحرب، سبق وإن قامت شركة الغاز بالإعلان عن وجود 4 مليون دب اسطوانة غاز موجودة في اليمن كامل، تم تجميعها وبعد ذلك عندما اندلعت الحرب تم إيقافها من 2015، وبدأ يتفاجأ المواطنون بوجود الاسطوانات الثالثة التي قد عفى عنها الزمن. اسطوانات التي يفترض العمر الافتراضي من 7 سنين إلى 15 سنة الآن في دباب أو في اسطوانات عمرها الى 20 الى 25 في السجان، برغم وجود رسوم على كل دبه 10 ريال ويتم تحصيلها الى شركه صافر في المغرب. لا ندري لماذا لا يتم تغيير مستمر. هذه الحاله مقلقه لكل مواطن يمني، قنبله موجوده في كل مطبخ يمني. نحن كنقابة الوكلاء نقوم بواجبنا الإخلاقي وواجبنا الوطني والإنساني من خلال توعيتنا للمواطنين بالاستخدام الصحيح لهذه الاسطوانات. نعم سيد محمد، أيضا أنتم في النقابة هل تواصلتم بالجهات المعنية؟ بماذا تم الرد عليكم؟ أنتم في النقابة بالتأكيد أنكم قمتم بالتواصل مع الجهات المعنية، بماذا تم الرد عليكم؟ بماذا يبررون أن تظل هذه الاسطوانات التالفة التي من المفترض كما تحدثت أن يتم إتلافها والتخلص منها في عام 2015 وما زالت تستخدم حتى اليوم؟ قمنا بالواجب، قمنا بالواجب الإنساني والأخلاقي برفع مذكرات إلى مكتب شركة الغاز في المحافظة، وكذلك في إرسال مذكرات إلى صافر لحل هذه المشكلة المطلقة. لم نستطع حل هذه المشكلة بسبب وجود حكومتين، حكومة في عدن وحكومة في صنعاء، وكذلك إيقاف مثل ما قلت سابقا إيقاف تشغيل الاسطوانات التالفة. نعم، إذا سيد يبدو أن هنالك مشكلة في الاتصال. أستاذ محمد أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد. عامة أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. وينضم إلينا الآن من تعز مدير شركة الغاز في تعز بلال القميري. مرحبا بك سيد بلال. أهلا حياكم الله. إذن كما قال محمد 4 مليون اسطوانة غاز تالفة كان من المفترض أن يتم التخلص منها في 2015، زال المواطنين الآن يستخدمونها، كيف يعقل أن التعامل بكل هذا الاستهتار مع هذا الموضوع؟ من المسؤول؟ بالحقيقة والواقع الرقم هذا مبالغ فيه، ما فيش إحصائية حقيقية في هذا العدد، إنما كانت الشركة اليمنية للغاز الو نعم اسمعك تفضل. هذا الرقم مبالغ فيه، والشركه اليمنيه للغاز لها تقريبا ما يقارب 3 أو 4 سنوات واقف عن استبدال الغاز بسبب وقوف المصنع استبدال الاسطوانات الذي كان يتم استقبال منه اسطوانات جديده لتسليمها للمواطنين سنويا، والشركه كانت تقوم كل سنه في استبدال هذه الاسطوانات. بسبب ظروف البلد والحرب توقف هذا المصنع، والآن بالمناسبة نقول أن الشركة قد عقدت مع إحدى المصانع
في المملكة العربية السعودية في استقبال كميات كبيرة من الأسطوانات الغاز لغرض توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية. وقد وجهت الشركة اليمنية للغاز كذلك إلى جميع محافظي محافظات الجمهورية بمنع استيراد الأسطوانات الصينية الصنع الغير قابل غير خاضعة للمواصفات. فقد وجهت الشركة إلى المنافذ البرية والبحرية على مستوى الجمهورية اليمنية بعدم استقبال هذه الأسطوانات الغير صحيحة والغير سليمة والغير قابلة للمواصفات. خبر جيد، نشكركم على كل الجهود التي تبذلوها، ونعرف أنكم تعملون بظروف صعبة واستثنائية، بخصوص المصنع الذي قلت أنه مغلق، ربما يمكن إعادة فتحه، وأيضا تحدثت عن أنه هنالك تواصل بشركة في السعودية لاستيراد بعض الأسطوانات الغاز، هل هو محدد متى ستصل والكمية؟ الشركة قامت بإرسال فريق فني ممثلة ب قيادة شركة النفط وحرصا من الأخ المدير العام التنفيذي وجميع القائمين في الشركة على حرصهم الشديد لهذه الأسطوانات المتداولة في السوق. فقد كلف المدير العام التنفيذي حفظه الله بتكليف فريق فني بالسفر إلى المملكة العربية السعودية واتفاق مع إحدى المصانع بتوريد كمية كبيرة إن شاء الله تصل قريبا لتوزيعها واستقبال الأسطوانة التالفة واستبدالهم بأسطوانة جديدة. نعم، أنتم في شركة الغاز هل لك أن تخبر المواطنين مثلا الأسطوانات السعودية كم عمرها، الصيني كم عمرها، كيف متى يتنبأ المواطن أنه من الخطورة استخدام أسطوانة الغاز هذه؟ ما هي المؤشرات التي يجب أن ينتبه لها المواطن حتى لا يستخدم أسطوانة الغاز هذه بعد اليوم؟ الأسطوانة هي تعود بالحفاظ عليها. الأسطوانات ماذا؟ الأسطوانات هي تعود بالحفاظ عليها فتستمر وقت كبير. الحفاظ على الصمام الأمان هو الأهم، ويعود في سوء استخدام هذه الأسطوانات من قبل المواطنين. فننصح أخواننا المواطنين بالتعامل مع هذه الأسطوانات بشكل جيد فسيطول عمرها. كلما كان الاستخدام بشكل جيد كانت الأسطوانة تسير بشكل جيد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيد بلال القميري مدير شركة الغاز في تعز، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود التي تبذلونها، ونتمنى أن تصل الأسطوانات كما أخبرتنا بوقت قريب. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من صنعاء، معنا ياسر المقرن، مرحبا بك ياسر، مساء الخير. مساء النور ياسر، كيف هو الوضع في صنعاء مع أسطوانات الغاز؟ أنتم كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ هل هنالك حوادث تكررت في صنعاء مؤخرا؟ طبعا قبل أن أبدأ بالإجابة على السؤال دعيني أذكر لك بعض الإحصائيات التي صدرت عن وزارة الداخلية في العام 2019. فقد وزارة الداخلية صنعاء فقد أشارت أن عدد الحوادث الناجمة عن انفجارة الغاز تجاوز 551 حادث، نجم عنها وفاة 250 شخص بينهم نساء وأطفال، كما أصيب 301 بحروق وتشوهات مختلفة. في ظل الحرب وانعدام مادة الغاز المنزلي وتكرار الأزمات المستمرة للغاز المنزلي، اضطر المواطنون الى اقتناء اسطوانات غير صالحه للاستخدام. هناك تقارير اعلاميه تشير الى انه يوجد 12 مليون اسطوانه كان قد اعد بها محاضر معينه قبل الحرب باتلافها، ونتيجه للازمات التي حدثت بعد الحرب وانعدام الغاز المنزلي واضطرار المواطنين الى اقتناء اسطوانات جديده، تم إنزال هذه الأسطوانات إلى السوق دون رقابة، دون متابعة، دون صيانة. وبالتالي فالآليات المتبعة الآن في العاصمة صنعاء والخلفية التي يتم من خلالها توزيع الغاز المنزلي لا تترك خيار للمواطن
ان 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 يحمي نفسه واسرته من هذه القنابل الموقوته. فهي الان تقدم عبر ابطال حارات، ولا يمكن يعني كمواطن لا أمتلك خيار اخر، اما ان اقبل بالاسطوانه كما هي او ان اظل من دون ماده الغاز واضطر الى 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 حلول. هذا إذا كان المواطن محظوظ ووجد أصلاً اسطوانات غاز. دائماً ما تتكرر أزمات انعدام الغاز في جميع محافظات الجمهورية، ولكن في صنعاء ربما أكثر. كيف هو الوضع الآن؟ هل تتوفر، هل الغاز متوفر في منطقتك؟ يعني أخبرنا بكم أصبح سعر اسطوانات الغاز اليوم؟ طبعا من الصعوبة حاليا الحصول على دبة غاز في على اسطوانات غاز في مدة معينة. فمثلا اذا اردت ان تحصل على اسطوانة غاز يجب ان تاخذ اسطوانتك الى ابطال الحارات، ثم تنتظر 15 يوم الى شهر الى اسبوع، يختلف من عاقل الى اخر. اما في السوق السوداء فقد وصل سعرها الى 10,000 ريال يمني، وانا اقتنيت اكثر اسطوانه بهذا المبلغ، انه لا املك خيار ولا املك يعني ماده الحطب غير موجوده وغير ممكن استخدامها في ظل شقق مغلقه. طيب في حال كان المواطن مثلا يمتلك اسطوانة غاز جديدة أو بحال جيدة وذهب لشراء أخرى جديدة، أنت تعرف أنه يتم استبدالها، إن كان في المحل لا يوجد مثلا جديد، كيف يتصرف المواطن بهذه الحالة؟ هذه المشكلة بحد ذاتها هي التي ضاعفت من حوادث الغاز المنزلي. عندما كانت مادة الغاز متوفرة في الأسواق وفي المحطات التي كانت تنتشر هناك في العاصمة صنعاء، كان كل مواطن يأخذ مادة اسطوانته المعينة ويحافظ عليها سواء كانت جديدة أو غير ذلك، ثم يذهب إلى المحطة بنفسه ويعود بها. أما الآن معظم المواطنين او كل الناس كل الساكنين في هذه المناطق من الصعب اقتناء اسطوانه جديده وانت تعرف انها لا يمكن الحفاظ عليها، ستجبر من خلال عاقل الحاره او من خلال ان تستبدلها بالاسطوانه التي يتوبها اليك، لا خير اخر امامك. نعم، إذا شكرا جزيلا لك ياسر المقرن، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وأتمنى أنه ما زال سيد بلال القميني مدير شركة الغاز بتعز يستمع للحلقة واستمع للإحصائية التي ذكرتها ياسر عن 500 انفجار، ربما كانت الإحصائية وزارة الداخلية في صنعاء تحدثت في عام 2019، كما تحدث ياسر أن هنالك ربما أكثر من 500 انفجار حدث في صنعاء فقط، فلكم أن تتخيلوا ما الذي يحدث في بقية المحافظات. خلدون أعتذر على التأخر عليك، خلدون مرحبا بك ومساء الخير. خلدون العامري معنا من صنعاء. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك خلدون، أنت دعنا نتحدث بطريقة شخصية، تجربتك بهذا الموضوع. كان لي مقال سابق بهذا الشيء، تواكب مع تكرار الانفجارات والكوارث المنزلية، وتوصلت شبه تقريبا كان يعني شبه تقريبا بهذا الموضوع بعد بحث طويل. تشترك فيه عدة عوامل أو عدة جهات، ابتداء من السلطة إلى الأسرة إلى السوق إلى العالم العامة. مثلا معنا غياب وضعف المادة المصاحبة للرائحة التي تميز الغاز المنزلي، هذه المادة وجدت تماما، الغاز المنزلي لا يوجد له رائحة، وإنما تضاف له مادة مصاحبة هي من تشعر الآخرين أن هناك تسرب للغاز، هذه المادة ضعيفة، وسبق أن مجلس النواب ناقش هذا الموضوع وألزم الشركات لكنها لم تلتزم، لأن حصل معنا كارثة كبيرة في اليمن وخصوصا في صنعاء. حصل في السابق تم تجميع الاسطوانات الثالثه في الاعوام 2013 2014 وتم تجميع قرابه 300,000 اسطوانه، اعدت هذه بانها كارثه وصدر بها قرارات اتلاف لكنها لم تتلف. مؤخرا ومع ازمه الغاز المنزلي وبحجه تغطيه العجز ومواد تم انزال هذه الاسواق، هذه قنابل موقوته تتربص بكل المواطنين في ربوع اليمن. حصل بعدها شيء اكثر
دهاء من هذا الشيء. كان غاز يسبب بإذهاب المواطن إلى محطات التوزيع ويتم تعبئة الأسطوانة إليه، مع إنزال هذه جاء غرقوا السوق بالأسطوانة الثالثة هذه، ثم منعوا الاستبدال، منع الاستبدال، أصبح المواطن ليس لديه خيار سوى هذه الأسطوانة الثالثة. تم توزيع أبطال الحرارة، توزيع أسطوانة الغاز، أخذها من المواطنين وتعبئة نفسها ثم إعادتها. هناك إحصائيات تقول إحصائيات شركة الغاز في صنعاء في عام 2016 12 مليون أسطوانة غاز خارج عن الخدمة. ما الذي يقدم خدمة هذه؟ هذا السؤال الذي تهرب منه للأسف المهندس بلال القميري في شركة الغاز في تعز، لم يحدد العمر الافتراضي حينما سأل فيه. العمر الافتراضي لأسطوانة الغاز هو 15 سنة. أهيك عن سوء الاستخدام الحاصل أثناء النقل، أثناء التحميل، رميها بأسلوب عشوائي بطاقات متباعدة. كان هناك شيء آخر، الدولة أو شركة الغاز كانت قد حددت بموافقة مجلس النواب من سابق 14 ريال عن ثم تضاعفت في السنوات الأخيرة إلى 200 ريال لكل تعبئة، بمعدل 10 ريال لكل لتر. هذه تذهب إلى الصيانة، تتحدث عنها، لا يوجد أي صيانة. أين الجهات؟ أين الصناعة والتجارة؟ أين المواصفات والمقاييس؟ أين حقوق المستهلك؟ أين الإعلام؟ نحن نلوم الإعلام الخاص والعام. نعم. المهتمة بالمواطن، أين كل هذه الأشياء؟ نعم خلدون، ما هي الآن عندنا مكافحة الألغام تنشط مكافحة الألغام بنزع المتفجرات، هذه قنابل موقوتة 12 مليون بلوك ينتشر في مواطن اليمنيين، لماذا لا تدرج ضمن برنامج مكافحة؟ نعم خلدون، أعتذر على المقاطعة، ولكن كان هنالك بعض المقالات التي تحدثت أنه ربما هنالك بدائل لإسطوانات الغاز ربما مصنعة من مواد أخرى، كان هنالك مقالة تتحدث عن هذا الموضوع، لديك أي فكرة؟ نعم نعم، هناك بدائل أخرى. نحن لسنا دولة عظمى ودولة غنية، أصبحت الدول منزلية، أناديب منزلية هي كل منزل، ولكن هناك أقل بديل أجمل وأقل، وهو الأسطوانات البلاستيكية خفيفة الوزن ولها عدة مزايا، يوجد فيها لوحة الهوية التعريف، تستطيع من خلالها معرفة اسم المنتج وسنة الصنع والشهر كذلك واختبار التشغيل. ربما يكون غير منطقي ان تكون هنالك اسطوانات غاز مصنوعه من البلاستيك، هل هي امنه ستكون؟ نعم امنه جدا وعليها اختبارات، ومعظم الدول التي تحترم ادرجتها في السوق وصحبت عنهم الاسطوانه الحديديه، عباره عن مجموعه قطع مدمجه مع بعضها باللحام، بينما هذه الاسطوانه البلاستيكيه اكثر امان كونها جسم مصمت بدون لحام ومن مواد صديقه للبيئه، مواد قابله للتدوير وخفيفه الوزن، كما انها شفافه يمكن معرفه كم هناك فئه فيها، كم المتبقي، كما كذلك ان صيانتها سهله وطلاءها واعاده حتى نحت الرقم التعريفي، بينما الاسطوانه الحديديه هذه مجهوله تماما، يعاد صبغها بالماده الرصاصيه وتمويه المواطن في السوق. الاسطوانات الغازيه البلاستيكيه عفوا انها صمام امان عالي الامان، عالي الحمايه، وموثق من المنظمات الدوليه ومن جهات الحقوق الذكريه، كلها خضعت للاختبار وهي امنه تماما. قد تجد المقارنه بين اسطوانات الحديد والاسطوانات، وهل هذه المقترحات مطروحه على الجهات المعنيه؟ هل تم طرحها على الجهات المعنيه؟ هل تم تداولها؟ هل تم دراستها؟ هذه المقترحات منشوره كتقارير. هذه المقترحات موجوده كتقارير ودوريات منشوره، وتم ارسالها في سبتمبر للعام الفائت الى مجلس النواب، الى اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب، التي لا نعلم اين ذهبت ولم تناقش ولم تدرج في اي برنامج لهم. نعم شكرا لك خلدون. كذلك الدور الاعلامي ضعيف جدا في هذا الشيء.
نعم، إذن خلدون العامري كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل هذه المعلومات الوفيرة التي رفدتنا بها وشاركتنا بها في هذه الحلقة، شكرا لك خلدون. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى المحور الثاني من هذه الحلقة والذي سنتحدث فيه عن أوضاع النازحين المحصورين بين جبهات القتال واشتداد القتال في مأرب وخطر وشبح انتشار كورونا. ومعنا سمية الحاج وهي نازحة في مأرب. مرحبا بك سمية. أهلا بك سمية، مساء الخير، هل تسمعيني؟ سمية هل تسمعيني؟ هل أنت معي؟ سمية الحاج هي نازحة في مأرب وكان من المفترض أنها معنا. إذن معنا بشرى الجرادي وهي بشرى الجرادي من مأرب. معي بشرى؟ الآن معي بشرى ولا سمية؟ نعم أستاذة، نعم بشرى الجرادي. أهلا بك بشرى، أهلا بك بشرى الجرادي. أنت نازحة في مأرب أم ناشطة؟ أنا إعلامية في مأرب. إعلامية، أهلا وسهلا بك بشرى. في هذا المحور نتحدث عن معاناة النازحين، كان هنالك تقارير كثيرة لمراسلنا في مأرب نقلت الوضع المأساوي للنازحين في مأرب. أيضا الكثير من المنظمات المحلية في مأرب أطلقت الكثير من المناشدات والاستجداءات لإغاثة النازحين الذين يعانون من مشاكل كثيرة، كان عدم وجود الغذاء، عدم وجود الأماكن والمخيمات والإيواء، والآن تضاف إلى كل هذه المشاكل مشكلة ومعضلة أخرى وهو خطر انتشار كورونا واشتداد المعارك وقربها من المدينة. كيف هو الوضع الآن؟ نعم يا عزيزتي، أنا اليوم يعني بصراحة من حسن الحظ يعني أني كنت بين مجموعة من النازحين قرابة 300 نازح ونازحات كنت بينهم اليوم. طبعا يا عزيزتي ماذا أتحدث عن ماذا أتكلم؟ لقد عدت إلى البيت وأنا أشعر بضيق كبير لما يعانيها النازحون. هناك يا عزيزتي الكثير من الأشياء المحزنة التي يعاني منها النازحون في مأرب وخصوصا في مخيم سبا. لا يوجد منافذ، لا يوجد أبواب، لا أسطح، لا فراشات، لا نظافة. يعني ايش اقول لك؟ اذا كان الشخص لا يجد قوت يومه اصلا، يعني هو يمكن معه في اليوم وجبه، واحيانا يكون يوم في اليومين بس وجبه واحده. كيف باقي نفسه من فيروس كورونا؟ اذا دخل فيروس كورونا فسيحدث هناك يعني بيصيب الاف الاشخاص، بيتوفى اشخاص كثر. العدوى بتكون سهله الانتشار وسهله يعني ستقضي عليهم بشكل غير طبيعي. يا عزيزتي اليوم النازح يعاني من أشياء كثيرة موجعة. إذا إحداهم يعني تخبرني تقول أنا فيني الضغط والسكر وأستخدم دواء، يفترض أن أستخدم هذا بعد الأكل، لكن بسبب اني ما اجد اصلا الاكل يعني داخل بيتي، اذا يلا بحصله وجبه او وجبتين في اليوم او اكله بشاهي يعني، فاضطر اني استخدم العلاج قبل النوم عشان ما احس بالاثار الجانبيه اللي بتكون بسبب استخدام الدواء. فما ذلك لو تدخل فيروس كورونا ويصيب هؤلاء الاشخاص بتحدث كارثه، بيكون هناك شيء بتنفجر يعني اشياء ما تتوقعيهاش، الموت بيكون بشكل هائل غير طبيعي. نعم، وكيف هل هنالك اي تحرك من السلطات المحليه في مأرب ولو بابسط الامكانيات؟ هل قاموا باي اجراءات احترازيه للنازحين، التواصل حتى ربما مع المنظمات الخارجيه؟ ربما مأرب هي المحافظه اليمنيه الوحيده التي ما زلنا نعول عليها الوجود ولو حتى شبه دوله. والله يا عزيزتي انا الان يعني اسمع بكثير من
من الحملات التوعوية اللي في هناك يعني فرق تطوعية في أشخاص، يعني على الأغلب أنا أسمع فقط أسمع أنه في هناك فرق تطوعية، وأغلبهم اللي قد نزلوا وعملوا توعية بيكونوا شباب بسطاء وشباب متطوعين. لحد الآن لم يصدر أي حملة توعي الناس أو يعني تقيهم من الفيروس إلى الآن، يعني ما فيش تحرك من الجهة الرسمية ومن الحكومة أساسا. ما زالت هناك يعني الأشخاص الذي بيقوموا بهذه الأشياء بيكونوا عادة من الناس العامة ومن الشباب الذين يحزنهم أن يكون هذا هو واقع اليمن وواقع الحال في محافظة مأرب. نعم بشرى يا عزيزتي يعني إيش أقول لك بشرى، يمكن حتى توعية لو معنا الآن يعني سمية وهي نازحة. أعتذر بشرى. نعم بشرى أعتذر على المقاطعة، سأعود إليك، ستبقي معي على الهاتف. ولكن معنا الآن بشرى الحاج، هي نازحة في مأرب، تخبر معد الحلقة أنه لا يوجد في بطارية هاتفها غير 10%، ولا يوجد حتى طريقة لتشحن التلفون حتى تتمكن من التحدث معنا. ستبقي معنا للحديث أكثر، ولكن دعينا نستقبل سمية. مرحبا بك، هل تسمعين هذه المرة؟ أيوه أهلا وسهلا، مساء الخير، كيف حالك؟ أهلا بك، أتمنى أن تكوني بألف خير وجميع النازحين. سمية حدثينا عن وضعكم، أنت من أي محافظة نازحة وفي أي مخيم في مأرب؟ إحنا في مخيم الجثينة، وإحنا الوضع الكهرباء بتقطع والتلفون بدو عايشين. أنت في أي مخيم سمية؟ أنا ما سمعت إيش قالت. يعني سمية أنت الآن لا تستطيع الحديث معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسمية. قالت هي لا تستطيع الحديث لأنها لا تستطيع شحن تلفونها. إذن بشرى، كما تحدثتي أنت من قليل أنهم لا يجدون حتى ما يأكلون، فكيف لو لا قدر الله وصل كورونا إلى اليمن في ظل الانهيار التام للمنظومة الصحية في اليمن؟ بشرى، بحكم أنك صحفية في مأرب وعلى احتكاك وتواصل وقرب من النازحين، حدثينا عن عدد المخيمات في مأرب، ربما هي أكثر المحافظات اليمنية لمخيمات النازحين، كم عدد المخيمات في مأرب وتقريبا كم إحصائيات النازحين في هذه المخيمات؟ يا عزيزتي المخيمات كثيرة، يعني بالأصح يعني أنا ما عندي إحصائية معينة، لكن المخيمات بشكل كبير، ويعني ما تتوقعيش يعني إنه يكون عدد النازحين فيها يقارب 800 وفوق 800، إذا كان فقط المكان اللي أنا دخلت اليوم فيه 300 شخص، يعني فقط 300 شخص. فما زالت بالمخيم الجثينة ومخيم الروضة وكم مخيمات يعني موجودة داخل مأرب، يعني في كارثة بتحدث. وللأسف يعني المستويات اللي بيقوموا فيها الآن بعض المتطوعين أو بعض الأشخاص أو بعض الفرق اللي بتحدث الآن بيوعوا من الأشخاص العامة وما بيلتفتوش للنازحين اللي هم أصلا ما معهمش مأوى وما معهمش مكان، وبيكونوا أساسا هم اللي محتاجين للتوعية، لأنهم أكثر ازدحاما وأكثر معاناة وأكثر اكتظاظ وأكثر قرب وأكثر. طيب بشرى، ما مدى حجم تواجد المنظمات هنالك؟ دائما تصاريح بأن المنظمات الدولية تعمل في اليمن وخاصة في مأرب وخاصة في مجال النازحين، برنامج الغذاء العالمي، اليونسكو، أين كل هذا؟ ما مدى تواجد هؤلاء فعليا على الأرض؟
فقدنا الاتصال ببشرى ايضا. اذا بشرى الجرادي صحفيه كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك بشرى انك كنت معي في هذه الحلقه. شكرا انك تعملين في هذا المجال وتتفقدين النازحين وتنقلي معنا معاناتهم عبر القنوات التلفزيونيه. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الآن لاستطلاع التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ باستعراض أبرز هذه التصريحات. السلطة المحلية في محافظة مأرب تعمل جاهدة من أجل إيجاد آلية لمنع تفشي فيروس كورونا. إلى الآن لم تسجل أي حالات إصابات في المحافظة، لكن يجب الحذر من اجل او الوقايه من الفيروس وتجنب الاصابه بالفيروس، وخاصه في اوساط النازحين والمخيمات المنتشره على طول محافظه مأرب. على الاخوه في السلطه المحليه ان يكونوا حذرين وان يعملوا بجديه من اجل ايجاد حلول للحيلوله دون وقوع اصابات لا قدر الله في المخيمات. فيروس كورونا اصبح مهدد للمجتمع اليمني اكثر، برغم انه لحد الان لم يتم تسجيل اي حاله اصابه فيروس كورونا، ولكن في حال العشوائيه الذي يعيشها المجتمع اليمني في النزوح والاسواق القات والتجمعات والاقبال الناس على المراكز المدينه وعلى العيادات وعلى كل مرافق الحكومية، وتجد أنه لا يوجد كورونا في العالم، هذا يحتاج إلى توعية وإلى لجان تنزل توعي الناس في كل مكان، ويحتاج إلى لجان تعمل من أجل أن تحد من هذا الفيروس. النازحين لهم أوضاع خاصة طبعا، بالنسبة للسكن، بالنسبة للبيئة المحيطة بهم، بالنسبة للتزاحم، بالنسبة لأشياء كثيرة. إذا حل الوباء مصيبة طبعا، فيجب على الجميع أن يكون النازحون لهم أكثر أهمية من ناحية المواد، توفير المعدات المهمة جدا سواء إسعافية، والطاقم الطبي إذا لم تتوفر له أشياء مهمة جدا لا يمكن إذا وقع الوباء أن الطبيب أن يضحي بنفسه. إذن مشاهدينا الكرام بهذه التصريحات التي أتتنا من مأرب للحديث عن التجهيزات والاستعدادات الاحترازية والوقائية التي بدأت بها المحافظة وأيضا المواطنين للتوعية في حال لا قدر الله وصل فيروس كورونا إلى اليمن. وكما تابعتم معنا حديث الصحفية اليمنية بشرى الجرادي التي كانت معنا من مأرب، تحدثت عن الأوضاع المأساوية للنازحين في مأرب. كل هذه الجهود المبذولة في التوعية مهمة، ولكن الأهم الآن وما يحتاجه النازحون فعلا هو توفر الغذاء وتوفر الدواء. على السلطات وعلى المنظمات الدولية أن تعي المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتقها، وأن تقوم بمسؤوليتها وواجبها نحو هؤلاء النازحين المتواجدين في مأرب في العشرات من المخيمات التي تحوي للملايين ربما والآلاف من هؤلاء النازحين الذين يفتقرون لقوت يومهم. شكرا لكل من كان معي في هذه الحلقة، وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.